بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام، هذه زهرة برية تنبت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعتقد أنها موجودة في المملكة العربية السعودية وفي سلطنة عمان. الله يحفظ الجميع. شوفوا يا أحبتي الكرام كيف النحل نازل عليه. إزهار طول العام، إزهار طول العام. اسمها مشاري، وممتازة جدا جدا للنحل. شوفوا الكثافة، خلونا نشوف كيف كثافتها من تحت. سبحان الله، شوفوا كيف شكلها من تحت. إذا حصلت حش، يعني انحشت بين فترة وفترة، راح تسوي زهور بلا عدد، آلاف آلاف من الزهور فيها، وزهورها طبعا صغيرة. راح أرويكم النحلة وهي نازلة عليها النحل. شوفوا، شوف ما شاء الله، ما شاء الله، ممتازة جدا للنحل. شوفوا النحلة، شوفوا النحلة كيف نازل عليها، ممتازة جدا. راح أترك لكم الاسم العلمي إن شاء الله في الوصف. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.